مكانك. تستغل السلطات في العراق الفرصة قبل الانتخابات للترويج لوعود انتخابية زائفة أو انتصارات وهمية يشهد لها تاريخها منذ الاحتلال الأمريكي وحتى اليوم بالفساد والفشل. أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في العراق قبيل الانتخابات: حملات منظمة للتخويف من ما يسمى الإرهاب الذي مارسته الحكومة وميليشياتها، فأحرقت مدنا وشردت الملايين بحجة محاربته. إصدار قوائم بشخصيات متهمة بما يوصف بالإرهاب والتحريض. بعض هذه الشخصيات اتهمت على أساس سياسي أو طائفي، أو توفيت أو جرى اعتقالها، أو اختفت من الساحة منذ الاحتلال الأمريكي. الادعاء بمحاربة الفساد، ويرأس هذه الحملة حيدر العبادي المتهم أصلاً بالفساد في ملفات عدة، وعدد من رجاله الذين أزكم فسادهم الأنوف. التحذير من عودة حزب البعث لتبرير أي إجراءات تتخذها الحكومة في بغداد رغم مرور 15 عاماً على الاحتلال الأمريكي. فهل يثق العراقيون في وعود فضحت مطلقيها على مدار عقد ونصف منذ الاحتلال، وأوصلت العراق إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد والفقر والتشريد والفشل؟